اهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. كالعادة طبعا هنشوف اسعار الخضار في سوق العبور، نشوف ايه اللي ارتفع ايه اللي انخفض، هنعرف كل التفاصيل، فتابع معايا الفيديو. هنشوف طبعا اسعار البطاطس، اسعار الطماطم اللي طبعا اسعارها عالية، وهنشوف سبب ارتفاع اسعار الطماطم، وهنشوف اسعار البطاطس والثوم واسعار البصل، فعايزك تتابع معايا الفيديو. في البداية بنشكركم جدا على دعمكم طبعا للقناة، بنشكر كل من عمل لايك للفيديو واشترك في القناة، دي قناتكم انتوا طبعا وهتكبر بكم انتم، وابتدينا طبعا نعرض فيديوهات لطرق زراعة المحاصيل الزراعية ومواعيد زراعة المحاصيل الزراعية، فالقناة على محتوى مهم جدا جدا، يعني بنحاول نفيد المزارع ونفيد التاجر ونعرفكم كل التفاصيل. ربنا يبارك في خير بلدنا وربنا يبارك لجميع المزارعين، ويلا بينا نشوف الاسعار، واسف جدا على الاطالة. بالنسبة لاسعار البطاطس، طبعا البطاطس يا جماعة في البطاطس اللي هي التلاجات وفي البطاطس اللي هي طبعا التبريد. بالنسبة للبطاطس التلاجات دي يعتبر للطبخ تمام، انما التبريد دي تحمير. طيب اسعارها كام؟ بالنسبة للتلاجات سواء اذا كانت كارة او اي نوع هتلاقي فيه من 14 جنيه لحد 15 جنيه في البطاطس التلاجات. التبريد طبعا فيها هتلاقي من 17 لحد 18 ونص. اعتبر اسعار البطاطس مهدية عن الفترة اللي مضت، كانت اسعارها عالية ولكن اسعارها انخفضت شوية. بالنسبة بقى لاسعار الطماطم، وسبب ارتفاع اسعار الطماطم يا جماعة اعتبر ان في فاصل عروة تمام في الزراعة، وتأثير الحر برضو أثر على العروة القديمة، فعلشان كده الجمع قليل، فده السبب الوحيد والسبب الرئيسي لارتفاع أسعار الطماطم، إن المعروض قليل في الإنتاجية شوية. طيب في عدايات يا جماعة من 18 ل 20 كيلو، وفي عدايات 25 لحد 27 كيلو. بالنسبة لأسعارهم طبعا في العدايات الصغيرة هتلاقي في عدايات 400 420 450 في الصغيره، والكبيره هتلاقي فيها لحد 500، وبعض التجار بتقول 550 جنيه. بالنسبه لاسعار البصل، البصل طبعا كل يوم بحال، يعني مره تلاقي الاحمر عالي والابيض منخفض وتلاقي العكس، فالاسعار دايما في تغيرات، واحنا بنعرض لك كل فتره والتانيه الاسعار لحظه بلحظه. بالنسبه لاسعار البصل الاحمر، في يا جماعه اقل جوده في البصل الاحمر، في طبعا لحد 7 جنيه في اقل جوده، واعلى جوده في البصل الاحمر لحد 10 جنيه، اعلى جوده في البصل الاحمر لحد 10 جنيه جمع. طيب البصل الابيض طبعا سعره عالي شويه عن البصل الاحمر، في طبعا من 10 جنيه لحد 11 جنيه، من 10 ل 11 في البصل الابيض. طيب سبب البصل طبعا في حركه، ولسه احتمال ومتوقع ان يكون في حركه الايام الجايه، لان طبعا البصل اللي كان موجود في السوق يا جماعه جوده تعبانه، وطبعا كان الحر اثر عليه، فعلشان كده يا جماعه كانت اسعاره منخفضه. طيب كل البصل الوحش اللي كان موجود في الاسواق ابتدى ان هو يقل، والبصل اللي قاعد حاليا اللي استحمل درجه الحراره جودته عاليه شويه، فعلشان كده اللي بيبقى المعروض قليل، فالاسعار من المتوقع ان هي ممكن تشد شويه. ربنا يعوض المزارعين خير، وربنا يرزق الجميع خير، وربنا يبارك في خير بلدنا، الخير كتير الحمد لله. بالنسبه لاسعار الثوم، الثوم يا جماعه ده موعد زراعة التوم، يعني هتلاقي في توم تجاوف في سوق العبور، وهتلاقي يعني جميع الأصناف موجودة. بالنسبة لأسعار التوم، التوم الأحمر فيه طبعا يعني هتلاقي لحد 70 75 جنيه، والأبيض هتلاقي ممكن 60 65 حسب الجودة. بالنسبة ده بالنسبة لأسعار التوم، وموسم زراعة التوم طبعا يعني حاليا الناس بتزرع التوم خلال شهر 9 يا جماعة، ده موسم زراعة التوم.